مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم جوله من داخل بلديه سوسه. اليوم حلقتنا حتكون داخل مستشفى سوسه العام. جنة نداء سريع جدا من اهالي بلديه سوسه بان في كارثه كبيره داخل هالمستشفى. شنو فيه؟ ما ناش عارفينه، ولكن صوت الناس صوت واحد قالوا دون كم لنا تعالوا وروا الصوره كيف ما هي على ارض الواقع. ثم مع بعضنا كابتن احمد العبيدي جمال فاسح نخشوا داخل مستشفى سوسه ونشوفوا شنو فيه ونقولوا يلا سلام. وصلنا إلى داخل مستشفى بلدية سوسة. بس قبل ما نبدأ في أي لقاء، في قاكم المكتوب مبين من عنوانه واحد مش فاضي، إنما فيها حد فاضي لأنه ما فيها شيء. في اليوم حنحكو مع ذو الاختصاص ونشوف اليوم شنو الفاجئة اللي صارت، إن أحد أعضاء التمريض واحد أعضاء الطاقم الطبي طلع مصاب اليوم بفيروس كورونا، ما عندهمش ما يديروا له أي شيء. هنشوف الوضع على أرض الواقع ونشوف. بداية نرحب بالأستاذ وشير ربي يعطيك الصحة. الله يسلمك. عارف اسمك وصفتك؟ نزار عبد الرازق محمد، رئيس قسم الإحصاء، موظف مستشفى سوسة العام. ربي يعطيك الصحة أخوي نزار. أول شيء نحن بدينا حلقتنا بالمكتوب مبين من عنوانه. هنا وحاجة تعال حنجوله هنا كم عندك كم طاقم طبي أول شيء؟ بالنسبة للكوادر الطبية والطبية المساعدة ما يقارب عن 200 ممرضة وممرض بعضهم، تمام. وبالنسبة للدكاترة طبيب واحد والباقي متعاونين. في المستشفى كيف في دكتور واحد؟ دكتور واحد والباقي كلهم متعاونين. كم واحد متعاون؟ شيء 8. هم متعاونين كيف مثلا يمشوا ويجوا؟ منين يجوا؟ من دارنا البيضاء شحال. يعني قصدك من المدن خارج؟ خارج سوسه. سوسه هو دكتور واحد. دكتور واحد. وبتاع الطوارئ وبتاع اللي قاعد 24 ساعه مسكين. طبعا هو اللي يجيك من برا ما يجيكش يوم بيومين ولا كيف مقسمين؟ يومين اللي متعاقدين معهم بيومين، يجي يمسك يوم يومين. به سؤال، ليش المستشفى فاضي؟ قلت له امكانيات ما فيش حاجه الا او انعدام. انعدام نهائي. حتى بلغ ويوضع في حالات في من بدايه احداث كورونا لعند الساعه طيبه ما شفناش اي وزير او مسؤول جاء المستشفى سوسه على ارض وزاره الصحه، ما جابش اي شيء ولا حاجه، لا كوانتيات لا ادويه لا معدات لا بدليل ان اليوم هذا بالذات انصابت فنيه التحليل بسبب شنو؟ تاخذ في عينات وتشتغل علينا اصابت مرض كورونا. هذه يلت وهذه نص معمل التحليل حولناه على اساس بكره يبدا في برنامج التحليل ويبدا ايش؟ في الحجر تاخذ منهم تحليل، فاللي جا اخذها بنته وطلع من المستشفى اللي قاعد. انت قصدك انت هنا كان عندكم حالات فيهن اشتباه في كورونا؟ في حالات هبل كورونا وما فيش واحد جاء، حتى الاكسجين شراء على حساب الخاص باش جا مشوا جابوا امس. وين وزاره الصحه منكم؟ هل خطبتوهم دويتوا معاهم؟ مدير المستشفى من حاضر توا؟ الدكتور عبد السلام رجب تواصل معاهم لكن ما فيش اي رده فعل. وزاره الصحه ما شاء الله يعني واخذه مبالغ خياليه عشان تصرف على هالموضوع، لكن قصدي ان هنا سوسه مش نتمنى يا يطلع الخلل يا عندنا يا عند وزاره الصحه. يا وزاره الصحه عاطيه ما وصلتكمش يا مش عاطيه. يا عاطيه وهنا واخذين يبينونا الواقع، يقول هذا يا فيه وهذا ما فيش. نحن اليوم معاكم ما شاء الله حيبان. حتى الكمامات ولا كلهن
عادية جدا، واي واحد متعرض. انا كم عند كم حاله مصابه كانت بفيروس كورونا؟ نقول لك حاجه، بالواقع قبل تجيب ربع ساعه كان 4 حالات على الاكسجين. وين ما جينا حولناهم المنصوره، فهمت؟ المنصوره قالت نحن ما نستقبلوش ويردوها، ويجي منهم واحد غرباوي يجي هنايا تو يدير في جراته يبي يطلع من مصر. لانك عندكم 4 حالات، 4 اليوم شلتوهن؟ شالوهن وما صار شيء ويجوا. وخاطر علاش رفضوهم المنصوره؟ ما فيش اسره وما عندهم وين يقعدوا. ويجوا مليانه غادي المنصوره غادي؟ مليانه، يجوا هنايا عشان ايش؟ برنامج ايش؟ الاكسجين. الاوكرانيه سببها لقيناها على الاكسجين. الإلكترونية اللي هي بروحها المعالجة طلعت مصابة، اللي تعالج هي بروحها طلعت مصابة. أنا ما فيش عندكم ما؟ ما فيش طيب. توا ممرضات بروحها بيش يشتغلون، فهمتني؟ الله أعلم الحالة اللي جيها، الله أعلم ممكن الحالة اللي جات استقبلتها كورونا، فهمت؟ ما فيش واقي بيش نستر به بيني وبين إيش المريض، نما نقعد معه، فهمتني؟ نعالجت أعطيت إبرة أو قضية التحليل وطلع هو عاد، فهمت؟ العدوى ما انتقلت، انتقلت للعناصر الطبية. توا هذه اشتغلت حالة، خذت منها عينة، اشتغلتها وطلعت وعد بعدها طلعت مصابة. مكان ايوا وين كنت حاطين الحالات؟ الحالات أول حجرة. تو انت قاعد هنا في المستشفى انت والدكتور وانت ممرضات بس. ايوه انت اللي جيت وفزعت تو. تو هنا كان في حالات، كان هنا 2، هنا كان في حالتين، هنا كان حالتين تمام. وعقمتنا بكلور وحنوري لك حتى الجهاز اللي عقمت به. هذول طلعوا تو لما ما لقوش وين يقعدوا؟ تو يعني احنا هنا عندنا 4 حالات انسحبوا اليوم، خذوا جرعه بتاعتهم ما نقدرش نستقبلهم. ما عندك شيء؟ ما عندي شيء. وهذه الحجره الاخرى كانوا هنيا وهنا كانوا 2 اخرى. حتى مع احترامي حتى استعدادات المستشفى اصلا لهالوباء مش مستعده. مش مستعد، ما فيش اي قلت لك ما فيش واقي لا بدله لا كمامات لا كلاس. ما فيش أقل حاجة، لو أن فنية التحليل لو عندها العفريت البيضاء أو البدلة، فهمت؟ أقل حاجة وقت نفس. وقابلها 3 حالات أخرى من العناصر الطبية عندي، وتوا دايرين حجر صحي. هل نحن نسكروا المستشفى ونخليهم يطيحوا في الشارع؟ والله إيش نرجو رحمة ربي. نجد رحمة ربي والحق حياخذوه المسؤولين من اللي مقصر معاكم. يعني مستشفى سوسة هذا مش موضوع مش مستوصف صغير ولا عيادة، مستشفى قروي كان في حالات كورونا، 4 حالات ينسحبا اليوم والمعالجة تصاب وما فيش من ليعالجهم ليصبيلهم. وعندك قسم يسوي لدى السكر حتى مكان غير صحي الكم ولا لنا ولا للناس اللي قاعدة، يعني ما فيش حتى من يعقم هالمكان. طبعا غادي المعمل تاع التحليل تو، انما البنت اللي كانت ماسكه امس كانت مع المصاب، كانت في لما كانت مع الفنيه ناديه تشتغل مع ناديه. اليوم لما سمع الموضوع جاء ابوها استلمها وعدى بيدير لها التحليل يأكد عليه بنته. يعني حتى اللي جايك في حاجة عادية هنا لما مع الأمالي هنا توا والله نقول لك حاجة، اليوم الاختلاط مع الفنية تاع التحليل شي 7 ولا 8 وحدات. تضطر تعدي جبن كلهن. تضطر هو قلت لك بدأوا اليوم. هي كانت هنا؟ هذه يعني توا هذا المكان اللي هذا قسم التحليل حاليا مكان ملوث بفيروس كورونا والسكر، وكانت في حالة جوا هي الممرضة أو فنية التحليل انصابت بفيروس كورونا وما فيش من فزعت. وهي وين عدت الممرضة؟ جرت نفسها في الحوش. شن جنسيتها هي؟ أوكرانية. ولها 3 أيام تدور بيش تصور على صدرها. عندها حاسه روح ان عندها حاسه ان تقول لي انت تعبانه من صدرك. والله ما ناب روحي، تو ناب روحي نبي نحجر روحي.
لا شخصيا نبي نحجز. خلاص خلطت. خلطت. خدناها سحبت مني دمه. الحالة هذه كيف شنو لو أن نحن عندنا وقية وراني رانا نحن اللي استلمنا واشتغلنا لكن نسمع مبالغ ملايين فهمت وما شفنا شيء. سؤال مدير مستشفى وين من الحوسة هذه كلها؟ نقول لك حاجة هو بروحه حيحجر نفسه بروحه قد وين هو مسؤول عن المستشفى صح؟ ليش ما تواصلش مع وزارة الصحة ومع بدليل أنه مدير ويمسك في ديوتي يمسك يومين يمسك يوم سبت ويوم الأحد داير له جدول باش يغطي باش ما يقبش في عجز في المستشفى باش لما يجي مريض يلقى دكتور باش يعالج. مدير مستشفى يقول لي دكتور معلش المدير يفترغ لي مفروض الحاجات الثانيه صح يوفر لي لكن هو بروحه بدليل انه كثر ما خاطب ما فيش اي اجابه فهم قاعد لي ماسك لي ديوتي تعال لحد ولا سبت ولا حد عشية هو اللي ماسك. تسمع كلام الوزارة يقول لك يا ما هنا يا ما هنا القدر المصري. ما فيش. نزار ربي يحفظك. الله يسلمك. وربي يلعاك. آمين. يلعاك أنت والدكتور والبنتين اللي جوا. ويحفظ إن شاء الله هالإلكترونية اللي كانت معك. برضو تعتبر بنيتك لأنها كانت معك بتخدم في واجبها. ست سنين عندنا هلا. ست سنين وتخدم في واجبها وقت عملها هي انصابت. وقت عمل. هذا اليوم ولا أمس؟ أمس ماسكة ولمس ماسكة واليوم ماسك. اليوم اخرى هي مصابه كانت تشتغل يعني والله اعلم من امتى خاش فيها الفيروس اصلا هي لما حست قالت نبي نمشي الشحات شوي قلنا العادي جات جابت لنا الرساله انها ايش مصاب يعاكم الله امين غير هيك ما نعم مستشفى عندنا واقص سرنجات مستشفى عندنا انعدام امكانيات نقول لك حاجه قلنا نقلنا حتى اكسجين فاضيه بك نبنب فاضيه بك وعندنا حالات غرق بها من قبل ما صار فينا ونعانوا فيه صراحة هذا المستشفى الوحيد في سوسة لا هذا الوحيد هذا هو اللي يشتغل على دارنا وعلى سرير حتى السجين ما عندك ما فيش بيك امس 10 اسطوانات جابون من بنغاص هذه اول حاجه استاذ محمد اخرى عندنا طاقم طبي ما عندناش بك اقسم بالله والله هذا اللي فيه سوسة اي عالم تو قاعده ما شاء الله سوسة فيش حد ما الله ينعلم في مشاكل اقسم بالله الله ينعلم في مشاكل اقسم بالله الله ينعلم في مشاكل اقسم بالله صراحة طبعا نخدمه بأقل الإمكانيات والله ما تحطها لك حقت عيني انعدام انعدام قلت لك نا تو هذا هي كنت تنعقم مستعد كنت تمشي مايل عند الإدارة والله نوري لك باش كنت تنعقم والله كلور وبخاخة تاعت الري والله نوري لك قعدت أنت هيك مشان الكرام انتهت حلقتنا وانتهت دولتنا وانتهى الضمير في بعض منا لما يكون مستشفى كيف هالمستشفى في مدينة سوسة هي اللي تغذي في هالمنطقة والمناطق الجاورة لها وما فيها إلا رحمة الله عز وجل سمعنا كلام أستاذ نزار وسمعنا شفنا من كان خلا خالي دكتور ومرتين وموظف وهم اللي يخدموا داخل مستشفى كيف هالمستشفى سمعنا وشفنا في كل مكان ملايين صرفت على وزارة الصحة باش تدعم هالقطاع في أزمة كورونا لكن جهة المستشفى فيها الشباب اليوم تطلع واحدة من الممرضات اللي تخدم هنا مصابة بوباء كورونا لها كم يوم مش عارفين إن هي مصابة أم لا اللي عندها مشات عن شحات وحللت يتخدم في مستشفى
اربع حالات كورونا اليوم موجوده داخل هالمستشفى، انسحبت وطلعت عند مستشفى ثانيه ما قالتش وين تقعد. ليش طلعت من هنا؟ لان هذا المكان تم ملوث، مكان هنا ملوث، اربع حالات مريضه انسحبت وطلعت لي منصوره، قالوا ما عندنا يستقبلوك لان المكان مليان، لا في انابيب اكسجين، لا في مواد، لا في صحه، لا في طاقم، لا في شيء. معقوله عندنا وزاره موقره عندها ملايين صرفت على قطاع الصحه وقاعدين في مستشفى كيف هالمستشفى؟ جينا راهو بالصدفه اليوم تو من نص ساعه للاسف فاتنا انسحاب المرضى من هالمستشفى. كان خاضرنا نشوفوا هم قاعدين، سمعنا قالوا مستشفى سوسه تعاني بس ما توقعناهاش بهالكميه من المعاناه، بهالكميه من غياب الضمير عند المسؤولين، بهالكميه من الاستهزاء كم بينا. نحن انتم من غيرنا ما تسووش، نحن اللي خليناكم اليوم قاعدين على كراسيكم. هل هالبلاد هم اللي خلوا المسؤولين اليوم ماسكين مناصب في الدوله؟ لكن لما يكون عندي مسؤول في الدوله ماسك منصب ومخلي المستشفى خلوة نجع ما قالهاش ربي. يتم بنا عندنا دوله وياخذوا الحق من القصر يا ما نش عارف عند وين، تبونا نسيبوها ونعدوا ونهاجروا ما قالهاش ربي. ما في ناس ضحت بدمها وروحها على خاطر ان بلادنا تقعد خاربه في دمار وفي فساد وفي سرقه وفي قل الضمير وفي كراسي وفرش حمر عند المسؤولين. رسالتنا اليوم حتوصل لاعلى صوت. احنا جينا من بنغازي لعند سوسه ان سمعنا وما صدقناش، لكن لما شفنا بعيننا وعينكم تشوف فيها اليوم بقناه الحدث ما عادش عندنا منقول. من يشقى بالمواطن؟ من يحاسب المسؤول؟ من يقول العندمتة تزنط في فلوسنا وبيعيننا؟ ما لناش عارفين. بما أنه وصلنا هالمواصيل مستشفى كاملة أربع حالات كورونا الممرضة مصابين، ما فيش حتى أنبوبة أكسجين تحميهم ولا تصبي معاهم ولا في أي إمكانيات، الهم ينسكروا المستشفى ينسيبوها الكام ونربح، والحق حيخضع ربي، وفي ناس في الدولة حتصبي ولو وصل الموضوع لأعلى سلطة في الدولة.